الآن وتعليقا على كل هذه المستجدات ينضم إلينا من القاهرة الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة. أستاذ مصطفى أهلا بك على شاشة القاهرة. أمام هذه الادعاءات الإسرائيلية إذا أردنا أن نقدم تحليل مضمون للخطاب السياسي المصري، ما أبرز ما يمكن أن نستخلصه؟ يحيى حضرتك وجمهور القاهرة الإخبارية في كل مكان. يعني تعليقي المبدئي على كل ما قيل في هذه المسألة المرتبطة بتقارير عالمية تم بثها وإذاعتها تشكك في دور المفاوض المصري في مفاوضات الهدنة المستمرة طوال الشهور الماضية. اسمحي لي بس أنا عايز أتوقف عند أمرين، بداية عند إشكالية الإعلام الدولي وضوء المشبوه اللي يعني انكشف وسقط عنه القناع طوال العامين الأخيرين، بداية من الأزمة الأوكرانية الروسية والحرب في أوكرانيا وانتهاء بما يجري في غزة. الحقيقة احنا يعني عندنا في بلادنا العربية وفي الشرق كان دايما بالنسبة لنا الإعلام الدولي ده له قيمة وبيتكلم عن المهنية والحياد وأكلاشيهات كثيرة تم تصديرها للمجتمعات العربية لسنوات طويلة، تعاملت مع مؤسسات إعلامية بعينها على أنها أصنام تقدم يعني تابوهات مقدسة فيما يتعلق بمهنة الإعلام. الحقيقة خلال العامين الأخيرين يعني ابتدى ينكشف للعالم أجمع مدى كذب هذا الادعاء ومدى والوهم الكبير الذي عشنا سنوات طويلة يتشدق به كثير من إخواننا الإعلاميين في الشرق حول مسألة المهنية بالنسبة للإعلام الدولي، وعينها تسقط كثيرا بعيدا عن القصة المصرية، رأيناها في الحرب في أوكرانيا وكيف لون الإعلام الغربي الكثير من القصص المتعلقة بهذه الحرب، ثم رأيناها تتجلى في أبشع صورها مع بداية طوفان الأقصى وفي الأيام الأولى والانحياز الكامل للسادية الإسرائيلية وتوجها بشكل كبير بما أثر على مجريات الأمور في ما يجري في غزة وأعطى لإسرائيل شراعية كبيرة في هذه الدموية التي تمارسها وحرب الإبادة التي تقوم بها لأهلنا في قطاع غزة. الحقيقة الإعلام الدولي مدان بشكل كبير وتتجلى الإدانات في تبنيه لروايات دائما ما تخدم أجندات ومصالح لأجهزة مخابرات ولدول وإلى آخره، وأعتقد أننا ما نقف أمامه اليوم هو جزء من هذه الاستراتيجية الكبيرة اللي بنخوضها في معركة ضخمة تجري في الشرق الأوسط. هناك انحيازات واضحة وكبيرة يقوم بها الإعلام الدولي في كثير من القصص التي تبث حول مصر وحول الموقف المصري، هدفها الأساسي وإثارة البلبلة وإثارة ضغائن بين أطراف تقوم بجهد كبير لاصطفاف خلف الحق الفلسطيني، وأين نتائج كثيرة له ربما يكون مجرى اليوم من اعتراف دول أوروبية. يقولون أستاذ محمد أن كل نازلة كاشفة، ما أبرز ما استخلصته في هذا السياق الذي تحدثت فيه أنت الآن ودور الإعلام الغربي بشكل عام؟ ربما هذا الدور الملتبس، دعنا نقول أنه دور ملتبس في تبني الرواية الإسرائيلية، أبرز ما يمكن أن تفنده لنا تحديدا فيما يتعلق بالتقرير المتعلق بمصر؟ الحقيقة احنا بنقف امام لحظة كاشفة كويس يجب ان ينتبه لها الاعلام العربي والاعلام المحلي الوطني والجمهور جمهور العربي في كل مكان، جمهور المشاهدين، الى اننا في حالة حرب حقيقية في معركة كويس اطرافها وجزء من ادواتها هو الاعلام وما تستخدمه اسرائيل من تلوين الاخبار ومن دفع اخبار عبر مصادر مجهلة لبعض وسائل الإعلام بغرض تشتيت قوة وتشتيت قوة وتشتيت الانتباه عما يجري. يعني بعضك مش عايزين نعزل ما هذه الأخبار عن النتائج الإيجابية التي جاءت بالنسبة للزخم المصري الكبير الذي أحدثه الموقف المصري والدور المصري المستمر في تهيئة رأي العام لاستقبال الحقيقة والاستقبال الرواية العربية الفلسطينية التي تتحدث عن الحق العربي وتأثير ده على إسرائيل. يعني شفنا حكم الجنائية أو موقف الجنائية الدولية، شفنا اعترافات دول أوروبية بالدولة الفلسطينية، كل هذا احتجاجات الجامعات أيضا لا يجب أن ننساها وباقية معنا منذ أسابيع، كل هذا لن يتحقق إلا بالزخم المصري الذي تحدثه مصر
ومعها التحالف عربي كبير. كل الاخبار الخبر الموضوع انتشر النهارده وبعض ما ينشر في الاعلام الغربي هدفه هو تفكيك هذا الزخم المصري وتفكيك هذا التحالف المصري الذي يدافع عن الحق الفلسطيني. في جزئيه ثانيه انا حابب انتقل ليها هي مساله تاريخيه تتعلق بإشكالية التفاوض مع إسرائيل أو دور المفاوض الإسرائيلي بإفساد أي مفاوضات. وهي مسألة مهمة جدا أن ننتبه لها لأنها مسألة تاريخية. يمكن اللي مهتم بالتاريخ ومهتم بالوثائق الإسرائيلية اللي بتنشر ويجعل لمحاضر مجلس الوزراء الإسرائيلي عند تأسيس دولة إسرائيل وكلام لبن غوريون رئيس الوزراء الإسرائيلي الأول والأب الروحي المؤسس. لكل رؤساء الحكومات الإسرائيلية هو يتحدث بصراحة عن شكل التفاوض الذي يؤسس له أو تؤسس له دولة إسرائيل مع كل الأطراف العربية. ودي مسألة ما فيهاش استنتاجات، ده وثائق منشورة وحقائق جرت على مدار التاريخ في كثير من المفاوضات مع الدول العربية وفي مقدمتها مصر. المفاوض الإسرائيلي يعمد دائما إلى المراوغة وإلى نصا كما قال بن غوريون وكما أسس لهذه الفكرة، تدويخ الخصم العربي أو المفاوض العربي الذي يكون أمامه، بيدخلوا في متاهات وبيدخلوا في حالة تيه كبيرة حوالين تفاصيل التفاصيل ويغرقوا في التفاصيل كي لا يصل إلى نتاج. هذه عادة إسرائيلية مصر واجهتها بالمناسبة في مفاوضات السلام في كامب ديفيد، والحقيقة احنا يعني اخترعنا قصاد هذه المراوغة وهذا المنهج التفاوضي الفاسد كويس ما نسميه اليوم بالصبر الاستراتيجي. مصر قدرت طوال سنوات طويلة انها تتفاوض مع الجانب الاسرائيلي وتتفوق عليه في كثير من الجولات وحققت نتائج طيبة جدا في معركة موازية لا تقل في قوتها واهميتها عن المعركة الحقيقية، الحروب الحقيقية، معركة السلام المصري اللي تأسس لها باتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية وبمعاهدة كامب ديفيد، هي كانت نواة حقيقية لشكل التفاوض المستمر مع الجانب الإسرائيلي. مصر قدمت تجربة مهمة وملهمة وصلت ذروتها في المفاوضات المستمرة مع هذه الحكومة الإسرائيلية في أكثر من موقف سابق لانتفاضة الأقصى ولمفاوضات الهدن. الحقيقة مصر حققت نتائج طيبة جدا فيها، فما ينفعش النهاردة ربما في كل جولات الحروب السابقة أو المواجهات السابقة أستاذ محمد كانت مصر هي من تقوم بدور المفاوض والمهدئ ربما بين الطرفين. حضرتك ذكرت مجموعة من النقاط الهامة الحقيقة التي تستدعي التوقف منها، تجهيل المصادر وكذلك تعمد تدويخ المفاوض كما ذكرت نصا، لكن أيضا هناك سؤال آخر، لماذا الآن؟ لماذا ازدادت وتيرة هذه الادعاءات في هذا التوقيت تحديدا؟ أذكر حضرتك والسادة المشاهدين أنه مر على هذه المفاوضات أكثر من أسبوعين الآن. صحيح، استدعاء هذه القصة هو هدفه الأساسي، هو التشويش على ما تم من نتائج إيجابية لصالح الطرف العربي والطرف الفلسطيني والطرف المصري في مجريات الأمور التي تجري على الساحة الدولية. حقيقة إسرائيل في مزنوقة في كورنر كويس، والحكومة الإسرائيلية الحالية في موقف لا تحسد عليه، يعني هي دلوقتي كل ما لوحت به ووجت له ولم تحقق نتائج حقيقية حتى اللحظة على الأرض كما كانت تدعي وكما كانت توهم رأي العام الداخلي في إسرائيل. على المستوى العالمي الضغوط مستمرة، والضغوط زي ما حضرتك أشارتي في الجامعات ما زالت الاحتشاد مستمر، ما زال رأي العام العالمي مصاد ضد ما يحدث داخل قطاع غزة. توسع العمليات في الضفة أيضا مسألة تقلق العالم أجمع. صحيح. الحقيقة إسرائيل بعد قرار الجنايات الدولية وبعد ما يحدث على المستوى العالمي من زخم في حاجة إلى فاقعة إعلامية تشغل بها رأي العام وتشغل بها الأطراف القوية الفاعلة في تحقيق نتائج على الأرض لصالح القضية الفلسطينية عن دورها وعن هي معركة إلهاء زي ما احنا بنقول من أجل تشتيت الأطراف اللي بتخلق الزخم ده واللي بتقدر تحقق نتائج ضد الجانب الإسرائيلي في هذه المعركة المستمرة. الحقيقة مصر لا تغفل للحظة، والتصريحات المصرية المستمرة حول خطورة التهجير الفلسطينيين مسألة مهمة جدا
واستمرار لفت نظر العالم لما يجري في قطاع غزة وللحق الفلسطيني. مصر مستمرة في دورها الأصيل في هذا الملف وفي هذه القضية، ولا يشغلها مثل هذه الطروهات ومثل هذه الأخبار. وقد تعودنا يعني الإدارة المصرية الحالية تحديدا من أكثر الإدارات المصرية التي تعرضت لحرب إعلامية كبيرة منذ طوال 30 يونيو لو حضرتك تتذكري. مصر وجهت يعني أكاذيب وإشاعات على مستوى الإعلام الدولي، والمواطن المصري والمواطن العربي أدرك حقيقة زيف هذا الإعلام، وأنه أزرع تستخدم في لحظات الأزمات وفي أوقات الحروب من أجل تحقيق أغراض وأهداف دول وأجندات أجهزة مخابرات عالمية من أجل تحقيق نتائج في التأثير على الرأي العام العربي. حقيقة احنا فطنا لده في مصر منذ سنوات، والدولة المصرية بالمناسبة اشتغلت على مسألة الإشاعات وما شابه ذلك وترويج الأكاذيب اللي بتحصل على مستوى الإعلام وعلى مستوى السوشيال ميديا. ودخل حالة وعي جمعي مهمة جدا، ونتمنى أن يعني ده دور مستمر، لأن الحرب الإعلامية شرسة وباقية ومستمرة، وشفنا يعني في كل لحظات الأزمات بتخرج علينا قصص إعلامية مختلفة صحيح ولا تقل ربما عن الحروب في الميدان أو الحروب الدبلوماسية. أنا بشكرك شكرا جزيلا ضيفنا من القاهرة الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة على كل هذه الإضاءات.